الحسين، أصحاب السمو، أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة. بداية وقبل كل شيء أتشرف بأن أنقل تحيات وتقدير صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. كما أتشرف بأن أنقل تحيات وتقديري جلالته إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإلى معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. إن ما يحدث في غزة ليس مجرد أرقام مهولة لعدد الضحايا المدنيين ودمار واسع النطاق أو تقارير عن فظاعة الوضع على الأرض، إنما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية حقيقية منقطعة النظير لأزيد من 2,300,000 شخص في القطاع يعيشون ظروفاً لا يحتملها بشر. ومع استمرار الحصار المطبق على غزة وتقييد وصول المواد الإغاثية، يصبح العيش في هذا المكان الأكثر اكتضاداً في العالم جحيماً لا يطاق في ظل غياب الأمن وفرص الحصول على الماء والغداء والدواء. ومن منطلق المسؤولية مسؤولية صاحب جلالة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس، فقد أمر جلالته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي القدس، وتقديم منح دراسية إضافية للطلبة الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات المغربية. وتجدد المملكة المغربية في هذه المناسبة استعدادها التام لمواصلة تقديم العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين. حضرات السيدة السادة، إن المساعدات الموجهة لإنقاذ الأرواح وإغاثة المستضعفين يجب أن لا تكون بأي شكل من الأشكال رهينة للسياسات والصراعات. فقد شدد صاحب جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في غير ما مر على أهمية التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبدون قيود ومن جميع المنافذ من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية. وفي هذا الصدد تؤكد المملكة على ضرورة تمكين الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني وخاصة منظمة الأنروا من القيام بالمهام المنوطة بها بدون عوائق. فهذه المنظمة أثبتت على مدى عقود أنها شريان الحياة الذي يمد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية. كما أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تدين وترفض بشدة محاولة التهجير القسري واستهداف المدنيين في أي ظرف وكيفما كانت الدوافع والمبررات. صاحب الجلالة، أصحاب السمو، أصحاب الفخامة والمعالي، السيدة والسادة، إن الحلول العسكرية لن تجلب السلام أو الاستقرار، وإن الاستمرار في إدارة الصراع بدون أفق معقول للحل لن يجلب الأمن المستدام. ولقد أكد صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة موقف المملكة المغربية الراخص من عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وأن الحوار والتفاوض هم السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل لتجنب تكرار مثل هذه الكارثة الإنسانية. وفي هذا السياق، فإن المملكة المغربية بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله تجدد دعمها لكل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وتدعو إلى التعامل معها بجدية وإيجابية حقنا للدماء والعمل على خلق الظروف الملائمة لتجديد حل الدولتين. وشكرا لكم.